الكاتيوشا تضرب بلد عشية الحوار الاستراتيجي، يد تفاوض وأخرى على الزناد. ثلاثة أيام إذن ويستأنف الحوار الاستراتيجي بين حكومة الكاظمي والإدارة الأمريكية. الحوار هو الجولة الثالثة وراح يتم عبر دائرة تلفزيونية. شنو اللي يدور بالكواليس؟ وهل ما يعلن رسمياً هو نفس اللي يتم الحوار حوله؟ خلونا نناقش الملف. أول شيء خلينا نعرف خلفيات الحوار. الخلفيات المعلنة هو استكمال اللي صار بالجولة الأولى والثانية. الجولتين صارن بأيام ترامب وانتهت بانسحاب 2500 جندي أمريكي من العراق، علماً أن القوى الراديكالية الشيعية تطالب باستكمال انسحاب كامل القوات. وآخر مناسبة تكررت بها المطالبة هي خطاب الشيخ قيس الخزعلي قبل أيام لما أكد على أنهم كفصائل مقاومة حملوا السلاح وسيحملون السلاح لإنهاء الاحتلال العسكري وإزالة كل وجوده سواء بقاعدة عين الأسد أو حرير، وهدد بمواصلة العمليات المسلحة. هذه هي الأجواء اللي يحكي عنها المحللين. يقولون أن حكومة الكاظمي تريد تعاود الحوار على ضوء اللي استجد مع إدارة بايدن، والمحاور العراقي هالمرة رايح للاجتماع وهو عارف بحجم الضغوط اللي عليه، نقصد ضغوط الفصائل من جهة وتغير سياسة بايدن من جهة ثانية. وكلنا نعرف أنه استراتيجية واشنطن حالياً تقوم على تجنب المواجهات المباشرة مع إيران وفصائلها. ما يقال هنا أن المحاور العراقي رايح وبباله تطوير اتفاقية الإطار الاستراتيجي والعمل على أن يكون هناك تعاون أمني أكبر لمواجهة تهديد داعش، فضلاً عن حسم وضعية القوات الأمريكية بالعراق، هذا رسمياً. أما في الغرف السرية فالموضوع يتعلق بمجابهة نفوذ الفصائل الموالية لإيران بالعراق وإعادة النظر بآليات الدعم الأمريكي لحكومة الكاظمي لإنهاء خطر الفصائل، خصوصاً بعد خطوات الكاظم الأخيرة بتقليم أظافر الميليشيات بالمخابرات والمؤسسات الأمنية الأخرى. طبعاً الدعم الأمريكي ما عليه أي خلاف، لكن الاستراتيجية اختلفت مع بايدن. بأيام ترامب كانت واشنطن تشتغل بإيدها وتضرب وتواجه، وترامب دخل بمواجهات مباشرة مع الفصائل، وصل به الحال إلى اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وبمطار بغداد. أما بايدن غير شكل، هذا الرجل ما مستعد يتورط بهيج عمليات ولا بنيته هيج شيء. هاي مدرسة الديمقراطيين يا جماعة، استراتيجيتهم تقوم على دعم الحلفاء بقوة وتركهم يتصرفون بنفسهم، وهذا اللي راح ينطرح بالحوار، أي أنه يفترض بحكومة الكاظمي أن تقوم هي بالمواجهة وهي اللي لازم تتحرك، وراح نكون خلفكم لازمين ظهركم وداعميكم استخباراتياً وسياسياً وبعقود التسليح وحتى مالياً واقتصادياً. موضوع الانسحاب هذا غير مطروح حاليا، بل على العكس تماما، هناك تدعيم لما تبقى من قوات أمريكية بدليل زيادة قوات التحالف إلى 4000 عنصر، وفي النية نشر منظومة صواريخ جديدة أكثر تطور من المنظومة الموجودة حاليا، بحيث صواريخ الكاتيوشا راح تفقد كل تأثيرها وتخرج من المعادلة الأمنية بالعراق.
والآن وفقاً لهذه الرؤية شنو المتوقع؟ المتوقع هو مناقشة إعادة تنظيم العلاقة بين حكومة الكاظمي وواشنطن، وتحديداً بملف نفوذ إيران. وعلى هالأساس المرحلة القادمة ربما تضع لها إدارة بايدن عنوان جديد، عنوان يقول: يا رئيس وزراء العراق اضرب بيدك واحنا من وراك، ولا تتوقع منا أن نضرب بدلا عنه. هل ستصل الرسالة؟ حتما ستصل. حياكم الله.